السي محمد بناني كعضو المكتب المسير اللي عنده حاليا الشرعية من طرف الجامعة الملكية، بغيناك تعطينا المستجدات داخل المكتب وفين وصلت القضية ديال الجمع العام المقبل. دابا ولا بعد كنحيي الناس المتبعين ديال فاس نيوز من هذا المنبر ديالكم، ودابا الكره كما كيقولوا في الملعب ديال المرنسي، حيت دابا ولينا كنتفاجئوا بان المرنسي واش ولا غادي ضد التيار ولا ضد الجامعه ولا ضد الدراسه والعلم. ولا لما كتشوف من قبل انا في 30 في 8 مصيفط لي ورقه ديال التشطيب بدون ما توصل لا باعلام لا بوالو، مصيفط التشطيب مباشره وماشي هكا، مسافته بواحد الطريقه اللي حقيقه يندى لها الجابين، باش كتسمى فريق الرياضي المغربي الفاسي، رئيس ديال المكتب كيصيفط كيبعث بواحد رساله تشطيب العضو في المكتب اللي هو رئيس اللجنه التعذيبيه، كيبعثها له في الفيسبوك كيطلعوا عليها الناس. ولكن هذه كتبان الطريقه التسيير الممتازه ديال المرنسي تبارك الله عليه، اللي غادي بهذا الفريق اللي باغي يمشي بهذا الفريق للهاويه. اول حاجه هو ان المرنسي اليوم ماشي بعت غير البناني، بعت البناني، بعت السي محمد العالمي، بعت الكريم العراقي، بعت السي سعد مولاي حمد القصبي، وفي الطريق كاين سعد القصبي، وفي الطريق كاين كريم، كاين السي علي القندوسي. واش المرنسي، انا من هذا المنبر ديالكم غير بغيت نسول، واش هذا السيد عاقل ولا هذا السيد زعما في غير هذاك القوه العقليه؟ لما انت كتبعت الاعضاء ديال المكتب، هادو راه اعضاء ديال المكتب، والسي فوزي القجع وجامعة كرة القدم في شخص السي فوزي القجع، راه قالت للسي المرنسي سير عاود الجمع العام ديالك بهذوك الأعضاء اللي كانوا، بعض الأعضاء اللي كانوا في أعضاء، راه دائما أعضاء، وأنا رئيس اللجنة التأديبية، أنا اللي خصني اليوم نطلب السي أحمد المرنسي باش يدوز في اللجنة التأديبية ما دمت رئيس ديال اللجنة التأديبية، لأن هادشي اللي كيدير به اللي كيدير فيه كي 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 كيمس بالمصداقية وكي ديال المغرب الرياضي الفاسي، وفي حال ما نقدرش نقول كيحط من القيمه ديال النادي، ولكن كيحطها من القيمه ديال الرئيس ديال النادي، لان شتي ضد التيار ديال الجامعه وضد كتقول الجامعه. بالنسبه لتحديد الموعد ديال الجمع العام المقبل، احنا كاعضاء المكتب راه راسلنا المرنسي باش يحضر معنا، باش يكون في واحد الجلسه معنا ونديروا شنو هو هذاك باش نحددوا الوقت والمكان ديال المكتب ديال الجمع العام. اخر كلمه، اخر كلمه هو كنقول للسير مرنيسي يكفي بركه عليك، كما قالوا سيادنا كما قالوا هذوك اسمه باسطه، لان هذا الشيء اللي درتي في هذا الفريق وهذا التمسك اللي شد ب10 اليدين ضد الجامعه ضد الجمهور ضد هاد الناس اللي كيقول لك اودي حنا بغينا، ما بغينا والو، حنا بغينا نهزو من القيمه ديال المغرب ديال الفاسي، وبغينا نجلسو نعطيو للناس الحسابات. دابا اليوم انت غير الله هذه يومين بديتي كتقول هذه في الجمع العام قلتي 500 مليون ديال 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 المديونيه عند المغرب الرياضي الفاسي، اليوم كتقول مليار و500 مليون، رجعتي من 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 30 منخرط رجعتي ولات عندك 82 منخرط، هاد التلاعبات راه بزاف، هادشي ما بقاوش الناس كيقولوه. اليوم راه الفضاء مفتوح، اليوم راه كاين الانترنت، كاين التواصل، كاين الحمد لله ما بقاش داكشي اللي كتقول. دابا اليوم الدري مول 65 راه ولا كيعرف اشنو كيروج في العالم، ماشي كاينش كيروج في مدينه فاس ولا فريق المغرب الرياضي الفاسي. وانا من هذا المنبر ديال فاس نيوز كنقول للمرسي بركه عليك، حشم على وجه المدينه وعلى وجه عائلتك وعلى وجه الفرقه هذه، بركه عليك. شكرا. سي احمد اقصبي، بصفتك اصغر منخرط داخل فريق المغرب الرياضي الفاسي، سمعنا بانك توصلتي بواحد استدعاء او المثول او اجتماع اللجنه التاديبيه داخل المكتب المسير، شنو هو الرأي ديالك وشنو هو الارتسامات على هذه الوثيقة اللي تيقولوا؟ تحية رياضية للجمهور المغرب الفاسي، وكنبغي نشكر الموقع فاس نيوز اللي كيقرب الجمهور من كل كبيرة وصغيرة. صراحة ما تنتفاجئش الاستدعاء ديالي للجنة التأديبية من طرف الرئيس اللي كينهج السياسة ديال يعني بكل صراحة ديال يعني إقصاء كل الأشخاص اللي كيمشيو ضد النهج وضد الاتجاهات اللي غادي فيها هذا الرئيس. وأولا أحمد أقصبي ما كيعترفش بمكتب المرنسي، وإلا كان شي واحد اللي خصو يستدعي
احمد اقصبي المتؤم لجنة التأديبية تنظن هو الرئيس ديال اللجنه اللي هو محمد الحاج محمد بناني، وتنظن ان اكثر من هذا الجامعه لغات الجمع اللي كان يوم 8 ديال يوم 8 وطالبات بانعقاد جمع اخر. اذا الاشياء كلها باينه، القرارات كلها لاغيه، وتنظن ان السي احمد المرنسي قبل ما يستدعي اصغر منخرط وابن فريق المغرب الفاسي اللي لعب فريق المغرب الفاسي وهذه 4 سنوات هو كيخلص 20000 درهم ديال الانخراط ديالو، خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديال الانخراط ديالو هو والاخ ديالو اللي مخلصين من الخزينه ديال فريق المغرب الفاسي. وتنظن ان السي احمد المرنسي ماشي اول مره غادي يتشتم من طرف جمهور فريق المغرب الفاسي، تنظن هادشي ماشي وليد اليوم، هادشي من التسعينيات، وإلا كانت عنده واحد شويه ديال عزه النفس تنظن خصو يحط المفاتيح ويمشي في حالته ويحافظ على ماء الوجه ديالو ويخلي السويرتات لواحد الاشخاص اللي عندهم مشروع واللي غادي يزيدوا بهذا الفريق الامن. شكرا. سي العالمي بصفتك منخرط داخل فريق المغرب الرياضي الفاسي، سمعنا بان توصلتي بواحد استدعاء لاجتماع او المتول للجنه التاديبيه داخل المغرب الرياضي الفاسي، شنو هو التعليق ديالك على هذا؟ اولا مساء الخير، جاتني فعلا رساله من عند الرئيس تطالبني باش نحضر الاجتماع مجلس تأديبي. الملاحظه الاولى هو انه رساله جاتني فيها تاريخ ديال 13 جويلية ومصيفطها لي لو 12 سبتمبر، صافي ابخي دو موا. ما فهمناش واش كانت رساله ديجا موجوده لي ولا عاد باغي يقرر يصيفطها. هو انه ما كانش يمكن لي نحضر لهاد الجلسة، ما عرفنا هو اجتماع ولا موتول. ثالثا صيفط له رسالة عن طريقة المحامي ديالي اللي تنطالبو بها باش ميمكن ليش نجي، ولأنه خصو يصيفط لي رسالة ثانية باش نحضر في هاد الاجتماع. لحد الآن مازال ما توصلت بشي حاجة، حنا اليوم 19 في الشهر شهر 9 ومازال ما توصلت بشي رسالة ثانية اللي تطلب مني باش نلجأ لهذا الاجتماع. بالنسبة لكم كمنخرطين، الجامعة لغات الجمع ديال 8 يوليوز وحددت موعد ديال 22 يوم للاجتماع الجمع عام مقبل، اللي حتى الساعة مازال ما تعلنش على الجمع العام. وانتم كمنخرطين شنو التوقعات ديالكم؟ اولا بما ان جات الرساله ديال ولا الكومونيكي ديال الجامعه كي روجيت اون بلوك لا لاسومبلي جينيرال ديال لو جويلي، لان غالبا فيه التصوير وفيه لو بي في ديال الجامع العام اللي كيمشي في واحد النطاق معاكس لما وقع، انه كان لي دو رابور فينونسي اي مورال نو با ايتي ابروفي، وكنتفاجئوا بان في لو بي في ديال المرنسي اللي سناه بانه لي دو رابور ايتي ابروفي، هذا زوير ولا كذوب ولا ما عرفناش، هادشي اتجاه اخر غادي ناخذوا فيه القرار. ثانيا انه تيقول لك واحد المثل، كل ما بني على باطل فهو باطل. بما ان هذا الجمع تلغى، اذا جميع الاستحقاقات وجميع القرارات وجميع اللي اتخذت من بعد هاد الكومونيكي ديال لا فيدراسيون ما بقاش واجب به. اذا المكتب اللي كون رئيس ما بعد 8 جويلية ما مقبولش، واللي خصو ينهض على هاد الجمع العام اللي غادي يقرر المرنسي خصو يرجع للمكتب القديم، هو اللي خصو يوقف اتفاقيه معاه باش نتفقوا على لا دات ونتفقوا على لو ليو ونتفقوا على لور دو جور ديال هاد لاسومبلي جينيرال اوردينير. اذا لحد الساعه ما كاينش
شي تاريخ محدد، ما كاينش شي رساله من طرف الرئيس، درتو شي مسطره نتوما؟ الرساله ديال الكومونيكي ديال السي القجع كان واضح، هو انه رساله خاطب بها، ما خاطبش بها المكتب المسير، ولكن خاطب بها الرئيس ديال المغرب الرياضي الفاسي، وطلب منه باش اعاده الجمع العام العادي اللي داز في 8 جويليه. إذا الرئيس يتحمل مسؤوليته وخصو هو اللي ياخذ القرار ويجتمع مع المكتب القديم باش نكونوا هذا. حنايا راسلنا السيد الرئيس محمد المرنيسي باش يجتمع معنا ونخرجوا كنا بواحد القرار الأغلبية باش ديال المكتب باش نطبقوا الكومينيكي ديال رئيس الجامعة الملكية المغربية، ولكن لمن تنادي؟ راسلناه ما جاوبناش، رحنا تنعود راسو الجامعه تنعلمهم بانه السيد مازال ما دار والو، وابغامون باغي ياخذ قرار بوحده ولا مع مكتب اللي ما هو ما عنده حتى تستاتيو معاه. اخر كلمه سي العالمي؟ اخر كلمه هو اننا تنظن ان المغرب الفاسي هادشي اللي وصل له ماشي في المصلحه ديالو. السي احمد المرنيسي تنظن انه عنده درايه بكره القدم وبالسبور بصفه عامه، ولكن هذا الشيء اللي وصل له ما تنظن غادي يخرجوا من لابيتيت بورت. تنظن حاولنا نعاونوه، حاولنا ننصحوه، حاولنا نكونوا معاه جنب لجنب، ولكن انسان ما بغاش يفهم المصلحه ديالو فين هي. كنظن الامور غتمشي في يد القضاء، لا من ناحيه الناحيه ديال لو رابور فينانسي، و طول الموند انوسون جوسكا بروف دو كونترير. حنايا طالبنا في الشخص ديالي انا باش نديرو الفحوص في الماليه ديال الفريق. وجهنا رساله للمحكمه بمدينه فاس، وجهنا رساله لا كور دي كونت باش تاهم يعطيو النظريه ديالهم. وإلا كان السي المغنيسي كيف عطاتو المدينه الثقه باش يتصرف في 25 مليون ديال الدرهم، كنظن انه غادي يخرج. وإلا تبين بانه عنده خروقات ولا عنده ديزانومالي ولا عنده شي حوايج كي نو ريسبكت با لي نورم فينانسيير اي كونتابل، كيتحمل مسؤوليته. ما عندنا ما نقولو في هادشي هذا.